بعد وفاة زوج أم نبيل الحياة ضاقت بيها وابتدت تدور على شغل في القرية كلها علشان تكفي ولادها. ولما لجأت لجارها الأستاذ سيد قال لها أنه هو هيحاول يجيب لها شغل بمرتب كبير في مستشفى في القاهرة، وفعلا جالها بالبشة وقال لها تروح تاني يوم علشان تعمل تحاليل ضرورية لاستلام الشغل. وبعد ما عملت التحاليل بيومين الأستاذ سيد اتصل بيها يبارك لها ويحدد لها ميعاد علشان تمضي العقد. أم نبيل كان قدامها ورق كتير تمضي، والأستاذ سيد كان بيستعجلها علشان عنده ميعاد مهم، ومن حسن نيتها واحتياجها كانت بتمضي من غير ما تقرأ كل اللي مكتوب، وروحت والفرحة مش سايعاها. وبعد أسبوع قبل ما تنام جالها مكالمة من الأستاذ سيد قال لها إن في راجل مريض محتاج فص من الكبد، وإن تحليلها بينت إنها الشخص المناسب وإنها هتطلع بقرشين كويسين من العملية دي. من المفاجأة أم نبيل معرفتش ترد تقول إيه وطلبت مهلة تفكر، بس الأستاذ سيد ظهر على حقيقته وقال لها إن هي مضت شيك على بياض لما كانت بتمضي العقد، وبدأ يهددها وقال لها كمان إن هو هيخطف ابنها لو ما عملتش العملية. طبعا أم نبيل تحت التهديد وحاجتها للفلوس وافقت، وقبل العملية عدت على جارتها وقالت لها إن هي هتسيب معاها الولاد كام يوم علشان عندها شغل. كان باين على أم نبيل إن هي ما نامتش طول الليل، وأمل حست إن أكيد في حاجة شغلاها. بعد أسئلة كتير أم نبيل حكت لجارتها كل حاجة. أمل حاولت تقنعها إن هي ما تروحش، بس أم نبيل كانت خايفة وشايفة إن هي ما عندهاش حل تاني غير إن هي تروح وتعمل العملية بدل ما يحبسوها بالشيك ويخطفوا ابنها. أمل سألتها عن عنوان المستشفى يعني علشان تعرف تطمن عليها، وأول ما مشيت أم نبيل من البيت أمل اتصلت بالبوليس وبلغتهم على اللي حصل، وقبضوا على الأستاذ سيد والعصابة. حكاية الإتجار بالبشر كتير، وأي حد فينا ممكن يتخدع ويبقى ضحية للإتجار بالبشر. الإتجار بالبشر جريمة ولازم ننهيها. لو تعرضت لأي شكل من أشكال الإتجار بالبشر أو شكيت في تعرض حد ليها ما تترددش، وبلغ السلطات أو اتصل بالخط الساخن للمجلس القومي للطفولة والأمومة على 16000.